راني مظلومة سيد الرئيس، راني مظلومة وتعبت سيد الرئيس، ما نجمتهمش ما نجمتهمش 30 سنة وين عاني فيهم سيد الرئيس، حتى نعمل محامي باش يتكلم عليهم سيد الرئيس هما، ما نجمتهمش سيد الرئيس، اعمل لي حل، اعمل لي حل انا وليدي، اعمل لي حل فديت. تعبت ياسر، تعبت ياسر ولدي الكبير 30 سنة، كان مش عمو ماتوا ما ماتوا مرا كبيرة حالة حليلة تخدم وتقري فيهم ولمتهم على هملة من الشارع. شبش نعمل؟ لا حول ولا قوة، ما عندي حد شيء، اللي عندي نحوه، اللي عندي الكل نحوه سيد الرئيس. بما انه راجلي جاهل في القانون وما يعرفش معناها كيفهم هما ناس وينهم، وراجلي على دوب حاله وخليوني تحت الصفر، انا ولدي نحاولي ارضي في الصقوي 8 هكتارات، ولادي توا ضايعين، وين ضايعه وحالتي حليله. احنا هذايا البي دي جي هذايا اخواته مهندسين، خوه عمده، معناها وين تتلفت تلقاهم مسركلينك، ما تنجمش تتحرك، فهمت؟ فهمت؟ راجلي عمل الشكاية متاع تحايل، جينا نجبدو الشكاية نلقاوها العمدة أخوه رجع للحاكم قال لهم ما تبعوش في الحبس، وراجلي لبرا لا في الحبس لا حتى شيء، عنا إثباتات عنا كل شيء، علاش نبقى ضايعين ولادي هاك؟ فديت 30 سنة وأنا فيها الحكاية ذي، ولادي ورايا ضاعوا عليه، توا السيد الرئيس يحب يخدم الشباب وأنا حقي مفكوك، ولادي يخزروا شباب، علاش هاك؟ يعطيني حقي خلي ولادي شباب يخدموا يزيد يخدموا الشباب معاهم، عليه عليه يعملوا لي هكا عليه. عندك نداء تحب توصله رئيس الجمهوريه؟ تفضل. نحب نوصله السيد الرئيس، انا توا جيت ناخذ الطران الاربعة نتاع الصباح ونجي، عندي مراسله بعثها السيد الرئيس، ديما نشكي له سيد الرئيس، وانا نحب المقابله نتاعو خاطر الموضوع نتاعي ما لقيتش شكون يحله لي كان سيد الرئيس، واخر مره عملت له شكايه وهزيتها للقصر، بعثوا هالي لهنا الولايه في ريدرام، هاني في ريدرام تويكا كنت في الولايه، جيت نطلع على الدوسي نتاعي نلقاهم بعثوا هالي الوالي نتاعي، وسيد الوالي ما استجوبنيش، تو تفاجات كي لقيته هو جاوب ورجع وانا ما جاوبنيش وما قالوا ليش. هي الوضعيه نتاعك شنو؟ نعم. وضعيتك شنو؟ فسر لي. الوضعية متاعي أرض متحايلين علي. زوجي كنا عملنا معاها رهنية متاع أرض باش نعملوا قرض على أساس نعملوا كيوسك وكل، يا أخي كان رهنية ولات لنا بيعة، ما عادش رهنية. بما أنه راجلي جاهل في القانون وما يعرفش معناها كيفهم هما ناس وينهم، وراجلي على دوب حاله وخليوني تحت الصفر، أنا ولدي نحاولي أرضي في الصقوي 8 هكتارات، ولادي توا ضايعين، وين ضايعة وحالتي حليلة، وخزر كيفاه نجي أنا من غير دماء وكيفاه؟ هذا كل توا 28 سنة. زوجي هو اللي تحايل عليا، بي دي جي كان في الفلاح، وراجلي مستعد معناها يدلكم بكل شيء، وعندي اوراقي وحكام وكل شيء عندي في القصر راه عن سيد الرئيس، وما عمل لي حتى شيء، نطلب النداء تاع سيد الرئيس يقف معايا يقابلني يحل لي مشكلتي، ما كانش خليني نجيب ولادي ونجي غادي، ما عندي حتى حل، متشرد انا ولادي راني حالتي حليله راه، يسال علي سيد الرئيس ويسال على القضيه هذي، يلزم يحلها لي سيد الرئيس. مشيت للناس يخصهم الامر، مشيت للسلطات المعنيه، شنو قالوا لك؟ شنو الرد نتاعك؟ عملت القضاء 28 سنه، القضاء عملت، القضيه اللي نعملها في يحفظوه، ما عندي حتى حق، ما عندي حتى حق. يلزم سيد الرئيس يقابلني ونحكي له حكايتي ويطبحها سيد الرئيس يحل لي مشكلتي. مسيطرين على هذايا السيد البي دي جي هذايا اللي توا مستقيل، هو مسيطر كان على حاله حليله، ما نحكيلكش عليه. معناه بامور ثقه احنا عملناها العمله هذه معاه. تحايل على زوج. احنا هذايا البي دي جي هذايا اخواته مهندسين، خوه معناه وين تتلفت تلقاه مسركلينك، ما تنجمش تتحرك، فهمت؟ فهمت؟ راجلي عمل الشكايه نتاع تحايل، جينا نجبدوا الشكايه نلقاوها اخوه رجع للحاكم قال لهم ما تبعوش في الحبس، وراجلي لبرا لا في الحبس لا حتى شيء، عندنا اثباتات عندنا كل شيء، علاش نبقى ضايعين ولادي هاك؟ ماذا بيا سيد الرئيس يحل لي مشكلتي بجاه رب، بجاه ربي نرفع نداية، ما كانش رب فديت 30 سنة وأنا فيها الحكاية ذي، ولادي ورايا ضاعوا عليه، توا السيد الرئيس يحب يخدم الشباب وأنا حقي مفكوك، ولادي يخزروا شباب، علاش هك؟
يعطيني حقي يخلي ولادي شباب يخدموا يزيد يخدموا الشباب معاهم، عليه عليه يعملوا لي هكا عليه؟ هذه مورد الرزق نتاعك الوحيد، هذيك الحاجه الوحيده اللي تاكل منها في الخبز. رزقي هذيك، ايش نقول لك؟ وقت اللي هما عملوا البيعه هذه حتى السلاح الزراعي مش موافق عليها، راه هنشير كامل 50 هكتار ما يتقسمش، كيفاه كان يجي واحد ما غادي ويقسمها وياخذ، معناها مرفوضه كلها ترافيك، كلها ترافيك، ونقولها باعلى صوتي، ما لقاش شكون يتصدى له، وما لقاش شكون يقف له، باختصار، هذا يا سي ما لقاش شكون يتصدى له، عفريت. عفريت مش نقول لك لا، هو اللي عمل لي العامله هذه، ما عمل لي حد، هذا اللي ماخذ الارض نتاعنا وقت ذاك يشوف الفلاح ب 150 دينار، عنده القيمه المبلغ باش ياخذ الارض هذه؟ ثم يمين، ثم حاكم، ما لقيتش حاكم يبرد لي على قلبي، ما لقيتش، وين نمشي يهز لي الورقه ويعمل له ماخذ بامور قانونيه. انا امور قانونيه تبعوه القانون كيفاش خذاها، تبعوه، تبعوه، واذا كان ما عنديش حق خليه ياخذ. فديت ما نكذبش عليه. ما لقيتش شكون يوصلني السيد الرئيس. كيفاش تعيشوا غادي؟ نعيشوا من فلاحتنا، اللي عنده طريفار هذه يعيش منها، والخدام اللي ما عندوش انت لاباس عليك تخدمه وهكاك ماشي، اش باش تعمل لعبي؟ فماش مشاريع، فماش لفته. خليوك تعمل مشروع، انا جيت نعمل مشروع نحاول الدنيا الكل. ها جيت نعمل مشروع نخدم انا ونخدم الناس معاي، نحاوه قلبوني. كنا باش نعملوا في كياسك. عندي اوراق بنك، عندي اللي كان باش يعملوا تمويل مشروع، عندي. وفي الاخر داروا بينا ودرا كيفاش عملوا وبيعوها الارض ماهيش حتى بسومتها وكل شيء، وجاو غادي وقعد ناس ناس ما نحكي لكش، مش نورمال، مش نورمال غادي، مش نورمال. وضعت انا وليدي، يعمل لي حل سيد الرئيس، راني مظلومه سيد الرئيس، راني مظلومه وتعبت سيد الرئيس، ما نجمتهمش ما نجمتهمش 30 سنه وانا نعاني فيهم سيد الرئيس، حتى نعمل محامي باش يتكلم عليهم سيد الرئيس هما، ما نجمتهمش سيد الرئيس. اعمل لي حل، اعمل لي حل انا وليدي، اعمل لي حل. فديت طالبه كان مقابلتك سيد الرئيس، نحكي لك، خليني نحكي لك واعمل لي حل انا وليدي سيد الرئيس. تعبت ياسر، تعبت ياسر، ولدي الكبير 30 سنه كان مش عموماتهم اماتهم راه كبيره حال حليله تخدم وتقري فيهم ولمتهم على الهمله من الشارع. اش باش نعمل؟ لا حول ولا قوه، ما عندي حد شيء، اللي عندي نحوه، اللي عندي الكل نحوه سيد الرئيس. خليوني حالتي عليه الاخزر كيفاش جاي يا سيد الرئيس، هاي البيام تاع ترى سيد الرئيس، مانيش نكذب عليك سيد الرئيس، حالتي حليله سيد الرئيس. تسكرم تاع ترى؟ نعم تسكرم تاع ترى؟ ايه عندي. اش باش نحكي لك؟ اش باش نقول لك؟ نبدا باش نجيه، باش نجيه لهنا يلزمني نتسلف الركوب ونتسلف ونتسلف سيد الرئيس. نعرفش وين حطيت، ما نكذبش عليك سيد الرئيس، اللي ثم حكيته لك، اللي ثم قلته لك سيد الرئيس، ما نكذبش عليك، طالبه مقابلتك انقذني انا وليدي، هذاك اش باش نقول.